في الجنوب الشرقي للجزائر توجد مجموعة ضخمة من تشكيلات الصخور البركانية والرملية غريبة الشكل والتي تسمى بالغابات الحجرية. هناك حيث تقع منطقة تسيل ناجر، وهي جملة بلغة الطوارق وتعني هضبة الثور، وهي عبارة عن متحف مفتوح تم تصنيفه ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، ليس لغرابة التضاريس فحسب، بل لوجود ألغاز علمية تتحدى المكان والزمان ومعهما المنطق برمته. فقد عثر علماء الآثار وقبلهم السكان الأصليون للمنطقة على آلاف النقوش الصخرية والرسومات داخل مدينة سيفار، والتي تتضمن مخلوقات بشرية تطير في السماء مرتدية ما يشبه أجهزة الطيران، ونقوشاً لسفن ورواد فضاء، ولرجال ونساء يرتدون ثياباً حديثة كالتي نرتديها في زمننا الحاضر، ورسوماً أخرى لأشخاص يرتدون معدات رياضة الغطس، وآخرون يجرون أجساماً أسطوانية غامضة ومراسم وطقوساً دينية، والعديد من صور الحيوانات المألوفة والغريبة كالأبقار والخيول والفيلة والزرافات التي تعيش وسط مروج ضخمة وأنهار وحدائق، وهو ما يدل على أن منطقة الصحراء كانت أرضاً خصبة تعج بالحياة في الماضي البعيد. والأغرب من ذلك كله هو أن التأريخ الكربوني خلص إلى أن عمر تلك الرسوم قد تجاوز 20,000 سنة. شكلت هذه الاكتشافات مادة دسمة لدى العلماء والأدباء على حد سواء، فقد سرح البعض بخياله بعيداً وذهب إلى فكرة احتمالية عيش كائنات فضائية على أرض تاسيلي قبل آلاف السنين، بينما تقول نظريات أخرى إن مدينة سيفار كان يسكنها الجن وهم من نقشوا تلك النقوش، بينما تؤيد بعض الفرضيات ربط تلك النقوش بحضارة أتلانتس أو إحدى الحضارات ما قبل الطوفان، والتي تؤكد العديد من المراجع التاريخية أنها بلغت تطوراً علمياً وثقافياً يضاهي ذاك الذي نعيشه في عصرنا الحاضر وربما يتفوق عليه بكثير، لكن الجواب اليقين متروك للسنوات القادمة.